كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم مع الكفار؟ دوادو مسلمانر من مسلمانم جورم زر خوش تنوير زر بغدا تنوير. لا يمكن أن نتعدى عليهم بالقتل. خنوهم أبخم بيدا خوخو دوچنو بالتفجير. سألهم بابشاز غرق بغوانر. السرقة أخذ الأموال. يدي دغوة يا مشكوكة تيتخنر. نكذب عليهم، لا يمكن أن نكذب عليهم. يبصي يا أخو دبسنر. ومع هذا لا يمكن أن نشارك الكفار في أعيادهم. أو ودوش التمي خنو أم دا بخم يا حوض وخم داخت. لا يمكن أن نشارك الكفار في لباسهم. خنو أم أبخم زرزا خوابهم ودوز دخوابانو. في اعتقادهم يا جينو شتم أودو دي قبس السنر. لابد أن ننصح لهم، نحب لهم الخير. دق تيش أبخم خيرم دخوي جانو. المسلم يريد الخير للكفار بأن يدخلوا في الإسلام. مسلمانر جاورم تيوخاو خوي خيرم خوشانو خوي دين إسلامم قريغاحانو خوي. نخاف والله عليهم من النار. دا بخم دخوشنو شتن خويش جهرنمم زريحانم جا. ننصح لهم، نعلمهم الدين. قيد جان خوي دينر يدغشان خوي. نتعامل معهم في البيع والشراء. أبخم يا غصو شج قد شخو أودو داختن خويش. ندعو لهم بالهداية بأن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالهداية بأن يهتدوا ويدخلوا في دين الإسلام. ألحشكم دخويش لأون خويش يا قر دين إسلامم قزو إخنو دين إسلامم خيشانو.